الحوثي يعترف: لقد حصلنا على عرض من السعودية لحكم اليمن بأكملها شمالا وجنوبا. لنشاهد التفاصيل. أكد الحوثيون أنهم تلقوا عرضا مغر من المملكة العربية السعودية يتضمن إزاحة الشرعية من حكم اليمن. وقال القيادي الحوثي البارز ونائب التوجيه المعنوي في صنعاء عبد الله عامر خلال مقابلة تلفزيونية في قناة اليمن أن جماعته تلقت عرضا سعودي ينهي الحرب في اليمن. وأضاف عبد الله عامر أن العرض يقضي بأن تتسلم الجماعة حكم اليمن بكامل أراضيها مقابل أن يبقى البلد تحت حكم اللجنة الخاصة حسب تعبيره. وأوضح بن عامر أن جماعته رفضت العرض السعودي كون الهدف الذي تحارب لأجله قواتهم هو التحرر والاستقلال والسيادة. فضلا وليس أمرا، لا تنسى الاشتراك بالقناة مع تفعيل زر الجرس لتصلكم جميع الأخبار في وقتها.